دول الغنمات بعد ما جزينا الصوف بتاعهم. يعني ايه جزينا الصوف بتاعهم؟ يعني قصينا الصوف بتاعهم. طب ايه فايدة جز الصوف للأغنام؟ جز الصوف نعمله ليه؟ علشان يلطف من درجة حرارة جسم الحيوان، لأن الصوف بيخلي جسم الحيوان يسخن. طب ايه فايدته تاني؟ بيفتح شهية الحيوان، يخلي الحيوان يأكل فبالتالي بيسمن. طب ايه فايدته تاني؟ يساعد الحيوان على التخلص من الطفيليات العالقة بجسمه والحشرات الضارة. يعني في حشرات بتمشي خلال الصوف على جسم الحيوان وبتضر الحيوان وبتمتص دم الحيوان، فبالتالي إزالة الصوف بيخلي الحيوان ميبقاش عليه حشرات، يقدر يتخلص منها بسهولة ويتخلص من الطفيليات أيضا. إيه فايدته تاني؟ بيساعد على الزيادة الجنسية عند الحيوان، فبالتالي يحصل عشر عند الأغنام. طيب إمتى أو متى موعد جز الأغنام؟ بيكون مرتين في السنة، ولكن يجب أن يكون الجو معتدل أثناء جز الصوف، يعني يكون الجو كويس ما يكونش الجو حار. الحيوان بيتجز الصوف بتاعه مرتين في السنة اللي هو الأغنام. طب إمتى وإمتى؟ مرة في فصل الربيع اللي هو في شهر مارس، ومرة في الخريف اللي هو بيكون في سبتمبر. بيكون الجو فيه معتدل وتجز فيه الأصواف. ممكن تستخدم فيه آلات زي مكنة جز الأصواف، أو ممكن تستخدم آلات بدائية زي المقص. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم فيديوهات قادمة مفيدة إن شاء الله.